لا تقلق، الله موجود، الله فوق الظروف. في ظروف صعبة، في حصار، الله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. مع الإيمان ما في ألم، ما في حزن، ما في يأس ولا في إحباط. أمرك بيد الله، ما سلمك الله إلى أحد، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. اتق الله يجعل لك مخرجا وترزق من حيث لا تحتسب.